نطالب بتثبيت الكادر الفني من إداريين وسواقين ونجارين في دائرة الأشغال العسكرية واحتساب سنوات الخدمة لهم منذ فترة طويلة. والشرط الثاني نطالب بإقالة الإدارة الفاسدة ومحاسبتهم ونناشد رئيس الوزراء بإسراع مذكرة لمطالب حقوق أفراد دائرة الأشغال العسكرية حتى يستجيبوا لكل المتعاقدين وتثبيتهم وصرف حقوقهم منذ بداية شهر يناير 2011 حتى نهاية يناير 2012. ايش اسمك؟ اسمي عادل حميد الكحلي. طيب ايش مطالبكم؟ من اي دائرة؟ اولا دائرة ايش؟ دائرة الأشغال العسكرية تثبيت إقالة الفاسدين صرف حقاتنا حق من يوم ما وقفونا احنا رجموا من احنا الشارع. كم صار لكم واقفين؟ انا ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر أنتم هنا. طيب هل في أي إجراءات اتخذت؟ نحن صرنا الحين لرئاسة الوزراء ووعدونا احنا انه بيرفعونا احنا كشوفات التثبيت ووعدنا احنا لحد الان نطالب. شو اسمك؟ عبد الرزاق قاسم الصبري. ايه تفضلوا. ايش مطالبكم؟ 20 سنه ولا احنا ولا بالشارع معايا 8 ابوهات. صوريني انا معوض. لو طلبت لا قبلك اجازه بدون مرتب. ولا بالشارع ولا بالشارع ذا احنا لنا ثلاث شهور. ايقر بيوت على ايقر بيوت وصاير بوهال. هرمنا. قالوا لك لحمه.